السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب دائما بتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي من المدرسة الحرة للغات، ومع لي برودكسيون إكريت دوزيام برودكسيون إكريت، شرح هذه لا برودكسيون إكريت وكيف نديروها ديريكتومون. لا ميزون دو ليلا، هذه لا ميزون درنا لا ميزون دو أنيس، دروك نديرو لا ميزون دو ليلا، شرحناها ديريكتومون، نديرو لا ميزون دو ليلا. بون، واش يقولك في لا برودكسيون؟ كومبليت سو تيكست افيك لي مو suivant، يعني اكمل هذا النص. لو تيكست ها هو، عطاك لو تيكست هذا، اكمله بلي مو واش هو. با لوان، اون فاس، لا رو، ا كوتي. واش كاين هنا؟ لا ميزون دو ليلا وين هي؟ ها هي لا ميزون دو ليلا، لا ميزون دو ليلا، ها هي لا ميزون دو ليلا. اون فاس ليها واش كاين؟ كاين ديريكتومون بولونجي، وهنا لا رو. واش هي لا رو هذه؟ احمد زبانة، طريق احمد زبانة، هذا الطريق، هذا احمد زبانة. اون فاس ليها، امامها، امامها كاين بولونجي، المخبزه. اكوتي يعني بجانبها، وكاين صالون دو كوافير، صالون حلاق. ومن بعد بالوان، مشو بعيد عليها، كاين موسكي الغزالي، موسكي الغزالي. حنا نجيو هنا ديريكتومون نشوفو واش كاين هنا. واش قلنا؟ ليلى ابيت دون، وين ابيت؟ احمد زبانه. ساميزون se trouve، sa maison se trouve هنا. واش عطاك هنا؟ se trouve وين؟ se trouve sa maison، وين sa maison se trouve؟ d'un boulanger، البولونجي وين هو؟ هاي en face. d'un، بعد عطاك نقاط هنا، ونقول لك d'un salon de coiffure. واش معناتها هنا؟ واش نحطو هنا؟ à côté. ومن بعد واش قال لك هنا؟ صالون دو كوافي اي دو لا موسكي. هنا وين هو لا موسكي؟ ها هي هنا. واش نحطو هنا؟ با لوان دو لا موسكي الغزالي، هاو الموسكي الغزالي. نجيو حنا اللي عطاه لنا، عطانا حتى هو با لوان اون فاس لا رو ا كوتي. نجيو نديرو دا تاعنا حنا، نجيرو دو برودكسيون تاعنا حنا. ليلا ابيت دون، واش نديرو حنا؟ لا رو. واش هنا؟ هنا احمد زبانه. واش هي احمد زبانه؟ لا رو، لا رو يعني طريق احمد زبانه، او نهج طريق، هاو طريق احمد زبانه. احمد ساميزون، بيت منزلها. سو تروف دان بولونجي، هاو البولونجي، يعني بولونجي هذا واش هو؟ اون فاس، هاو عطاك حتى هو اون فاس، نحطو هنا اون فاس. اون فاس دان بولونجي. ومن بعد واش حطاك نقاط هنا؟ دان صالون دو كوافير. واش كاين دان صالون دو كوافير؟ ها صالون دو كوافير ا كوتي، ها عطاك ا كوتي، ا كوتي دان صالون بجانب، نحطو هنا ا كوتي، أكوتي بجانب يعني. ومن بعد واش بقى لك هنا؟ واش بقى؟ أكوتي دان صالون دو كوافي اي دو لا موسكي الغزالي. واش معنات هاد الموسكي الغزالي؟ ها با لوان، ليست بعيدة على موسكي الغزالي، هو عطاك با لوان، با لوان. ها كيف تكتب با لوان؟ زيد تولى، هاذوما لازم تعلم تكتبهم من راس، با هذوما تتعلم تكتبهم من راسك. اي تلميذ او الاب والام، نعاودو نقراوها. ليلى ابي دون لا رو احمد زبانه، يعني تسكن في طريق احمد زبانه، ولا رو الطريق احمد زبانه. ساميزون بيتها، سو تروف يوجد، اون فاس، اون فاس مقابل دان بولونجي، مقابل مخبزة. أكوتي دان صالون دو كوافير، ها هو أكوتي دان صالون دو كوافير، يعني بجانب صالون حلاقة. أها، با لوان دو لا موسكي الغزالي، ها هو الموسكي الغزالي، با لوان، ما ليس بعيد من موسكي مسجد، لا موسكي مسجد الغزالي. لا موسكي هنا في ميناء في الفرنسي، ونحن عندنا المسجد هو مذكر باللغة العربية. نتمنى هذه برودكسيون إكريت قد أعجبتكم، نالت رضاكم. إذا أعجبتكم دير لايك، ونقرز الاشتراك حتى يأتيك كل جديد من مدرسة الحرة للغات.